في هذا الفيلم عزت السعيد في المكتب مؤقت في مردا في السفارة الفنزولانية في مردا مع سفير فنزويلا في مردا. وهذا جانب من الحضور الذين جاءوا لمراجعة سفارة فنزويلا في أراضي السلطة الفلسطينية سنة 2005. صور منقولة من التلفزيون عن فيديو. أبو مالك مصور شافيز. شافيز رئيس جمهورية فنزويلا. شافيز وخلفه صورة محرر أمريكا اللاتينية سيمون بوليفار. هذا أخينا أرنستو سعيد عبد القادر. سيمون بوليفار قاصد سعيد عبد القادر بلد بتيعمر بلد ثاني.
كانت مسحه وبدي يعني سوق ماشي والحوارة وغير حوارة كل المنطقة إيش راحوا شروا محلات وفتحوا محلات وفي الأخير طبشوا لهم إياها اليهود وسكرونا. بقى جاي عمر جمعين سبحانه وتعالى ربنا نحن الآن في شوارع جماعيين قضاء سلفية. شو دار محمد العبد الله بقى هو محمد العبد الله ولا وين؟ محمود العبد الله. محمود العبد الله. عز. أقول لك هذا يا أبو تحت. صار تحت ما كنت مضطر فيه. ونبدأ في النزول في عقبة جماعيين لنطلع على عريف وعنبوس مع أبو مالك عزام محمود سليم يوسف في أول 8/2005 مستعمرة سلمان. يعني هذه الأرض هذه بتفكر يعني كان لها حدا؟ أنا خايف أكون زيه في مصاري أوراق وقدوة. ولا ما هذا هي؟ هذا اللي بقول لك أراضي أميرية. والجراعة وين صفات؟ هربا لسه. يقول لك حجر جراعة وبس. هي تابعة لعريف ولا لجماعية؟ جراعة لجماعية بس كرية هي كانت. المسمى زي الوسم. مناظر حلوة وجميلة من طبيعة أرض بلادنا فلسطين. نبدأ بدخول عنبوس من الجهة الغربية في طريقنا إلى حوارة. حوارة البلد. شو بقول لك أنت ليش ببني؟ هذا واد عنبوس. هذول ما بنوش وذاك ما بناش وذاك ما بناش بتضل البلد زي ما هي. خفان. أي والله يا عمي عمراني. طيب لا لا شفتني صورتها اوكي هذا وهي محلات الصفدي محلات الصفدي في عين ابوس ما شاء الله ما شاء الله يا عين ابوس سوري مرينا عن المرحوم مرينا مرور الكرام على المرحوم شفيق الحج يوسف رحمة الله عليه مختار عنبوس ورجل عنبوس والمنطقة ختاماً أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى متابعة أفلام أخرى من أفلام عزة السعيد في حوارة لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.